ان شاء الله بتقبريني صحن فول مدمس، شوية مخلل، شوية نعناع، شوية خبز. هذا الأكل بده يرمم العظم؟ ده هو ده الأكل اللي يرمم العظم بجد. عد بقى على صوابع. الفول بروتين، والحمص بكور، وعندنا وفي ايه تاني، والقوطة فيتامين، صح كده ولا لأ؟ وعندنا الليمون اللي موجود جوه يبقى فيتامين سي، وفي العيش ألياف، وفي البصل والثوم اللي برضو موجودين جوه يبقوا بيوتك طبيعي، صح كده ولا مش صح؟ الو، ايوه يا هنوده، عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. انا فين؟ انا مع مهند حبيب قلبي يقدرني، عازمني على الغدا بالربوه. بالربوه؟ ايوه بالربوه. مش عايزه اقولك بقى يا هنوده، الجو هنا خطير وجميل. يلا يلا نانسي، تعي بسرعه، بدنا اياكي بحاله اسعافيه. ايه انت بتقولي؟ ايه حاله اسعافيه؟ نانسي انت شو عامله بيبرا؟ شو عامله؟ شو فريمون شو عامله؟ ايه شو عامله يبرا؟ نعرف انك عامله يبرا، دوقي وبتعرفي شو عامله. يا ستشي انا شبعانه مش قادره اكل، لسه واكله مع مهند. ها شبعانه ما؟ اك بسي على نفسك ودوقي اذا بتريدي. يا سميحه انا ضايقه وانا بطبخه وطعمه كان زي الفل. الله، في ايه؟ انت حاسه بحاجه غريبه يعني؟ او شو يعني حاجه غريبه؟ ها بتصور سوا، لازم تعترفي. سميح انت بتشككي في طبخي انا؟ ادويه وانت بتعرفي. ولا ما بتسترجي؟ اكيد ما رح تسترجي. وليش حتى ما استرجي؟ ادوقي. طيب امري لله اهو. يسلم ايدك يا نانسي، طبخك زي الفل، مفيش احلى من كده. الله وكيلك، الملح مظبوط، اللحمه عامله زي الزبده، الرز مستوي. عايز اكتر من كده ايه يا سميح؟ ما بعرف ليش حسينا انه شوي صغيره، شوي ها قليل استوى. لا ابدا، اصلا اكتر من هيك بيفرط بنص الطنجره. وبعد اذنكم يا بنات، مفيش ولا واحده فيكم تشكك في قدراتي في الطبخ. ده حتى الشيف رمزي ما يعرفش يلف يبرق زي ما انا بعرف الف. خلص نانسي، انسي موضوع اليبرق هلا، حقك علينا. احنا ما عرفنا نسخنه. يعني انتوا جايبيني على ملا وشي عشان الموضوع ده؟ ايه؟ ما انتوا كان ممكن تسالوني في التليفون. يا نانوسه، نحن حبينا نكسب شوفتك، غلط شي؟ لا مو غلط، بس يعني تعوضوني عن الاصابه اللي حصلت لي وانا بشتغل عندكم هنا. جايبيني عشان يبرق؟ انا هكلم مهند عشان يجي ياخدني. يا نهار ابيض، انا نسيت ان مهند عربيته بايظه. وحياتك ولا بتزعلي؟ هلا انا بعطيكي الفليره روحه رجعه معززه مكرمه. مش تقولي كده يا حبيبتي، يسلم ايديكي ورجليكي، انا في الخدمه 24 ساعه، اي سؤال يجي على دماغي كلميني على طول، اوعي تفكري مرتين، وانا اجيلك في سرعه البرق. يعني حتى لو في نصاص الليالي ما يهمكيش. ايه اكيد ما راح يكون عندك مشكله، عن جد انك مصلحه جيه. انا امال انا شو هالحكي؟ ما طلع في شي ولا مخده ولا سم لا بطيء ولا سريع؟ طيب مبيد حشرات؟ يعني الأمل راح، الحلم ضاع، حيتجوز بنتي. لا 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 مايا، ما في شي حبيبتي، إلا ما تجي فرصة تانية. مع السلامة. ألو، وليه سارة؟ وينك أنتي؟ لا طمني حبيبتي، ما طلع في شي، القصة طلعت كلها سلب بسلب. وينك وليه؟ بدي عد لعشرة ولاقيكي هون بالبيت. واحد. يخرب بيتها، قال رايحة تشوفه، الله لا يوفقه، مثل القطاط بسبع ترواح. تيمو تيمو تيمو، بشرة سارة طلع ما في شي. شو هو طلع ما في شي؟ اليبرق. ايه مني؟
حاطة سنبل يا برا. أنا كنت متوقع من الأول، أنا قلت لحالي في شيء سم، حدا بيحط سنبل يا برا. لك معقولة أنت شو بدك تعملي؟ شبك بحتى تسمعني أحكي لك شو القصة. أنا قصة بدك تحكيها؟ خلاص بينت القصة من طقطع لسلام عليكم. بدك تروحيني؟ ماشي. أنا إذا رحت وصار لي شيء، مين بدك تلاقي فنان مثلي؟ مين بده يصرف عليكي؟ عم قول لحالي ليش ما أكلتي ولا يبرق من اليبرقات؟ قولي على عيونك ما أكلت ولا ربرقة من اليبرقات لأنه حضرتك هرشته كله، ما خليتيلي ولا لمة وحدة أكلها. آه يلا قولي أنا فجعان. إيه فجعان، ومو بس فجعان ومريض نفسي وريحتك طالعة كمان. إيه لا تخنتيها كتير، أنت على فكرة صايرة أفكاري رئيسة عصابة مافيا. يا خسارة يا تيمو، يا خسارة إنه اليبرق طلع ما في شي.